السلام عليكم ورحمة الله الإخوان الطيبين، مرحبا بكم في قناة طول درحيمو. معكم أخوكم يونس، أخوكم مصطفى، وأخوكم شرف، وأخوكم منير. شرفونا الناس ديال بني ملال. مرحبا بشرف الدين. مرحبا بسي يونس. الله يبارك فيك مولاي. نهار كبير هذا، وسيارة كبيرة تبارك الرحمن اللي جعل الله من نصيبكم، الله يجعلها تدخل بالخير والبركة إن شاء الله عليكم، بالصحة والتيسير، طريق السلامة لبني ملال. تحياتي لبني ملال كاملين من عند خوهم مصطفى. نهار كبير سي شرف. الله يحفظك خويا مصطفى. الله يحفظك انت والاخ. الله يحفظك. وحنا نطلبوا الله ييسر لك الامور. امين امين. صراحه سالوا كل خير. هذه بدايه ان شاء الله، ومن بعد راه غادي يكون كل 5 شهور 6 شهور ان شاء الله نجيو نبدلوا من عندك. مرحبا بك، بدل وغير كما بغيتي، والله العظيم مرحبا والف مرحبا. الله يحفظنا من شرها. امين امين. سيونس نهار كبير. ساعة مباركة اخويا، الله يبارك فيك. كنشكر السي مصطفى على التعامل ديالو. الصورة كتغني على الشرح. هذا ما كان بالفعل، ما على الصورة تبارك الله عجلو. انتم من الاوائل اللي الاول داجا السي شرف الدين لقاك تغسل قال لي ديال سيارتي واخا ما كنتش شفتها. وانا مازال واحده اخرى بي ام دبليو كي بيش فير بور فو، هي موديل 2020. الحمد لله الحمد لله مازال تما. مرحبا، تسالوا كل خير والله الا وشرفتونا من بني ملال. جينا نشوفوك سبحان الله، كتب لينا باش نتنفس. اه قلتيها لي يا سي شرف. جينا نشوفوك معاولين كاع نزيدوا الثمن كاع، والله الا معاول نزيد كاع الثمن. الحمد لله تسالوا كل خير. سميتو وما حالك هذا، والسيارة تبارك الرحمن راه المليح والفخامة الجيل، وهذو راهم تبارك الله راهم قلال بصراحة يعني. اللهم بارك وتسال كل خير. تنتوما عشاقة والناس بني ملال كيبغيو الألمان وتحية بني ملال كاملين تيبغيو حديد الألمان تبارك الرحمن. فشرفتونا الإخوان. كيداير أخي منير؟ كي جاتك القناة راه والتجارة معانا؟ تعامل أحسن تعامل إخوان. هادي في الغيبه ديال الاخ مصطفى تنقولوا هاد الهضره هادي. جينا عند وتقضى الغرض نهار السبت الحمد لله والشكر لله. الحمد لله تسالوا كل خير السيونس. طريق السلام راه ما تبدل لا بنوات لا والو السيونس. راه دي الطوموبيل شوف راه عاج نصور لك عاج جوان غتفهم النظافه اللي كاينه في الحاله من غير هاد الخبيشه. هاي هاد الخبيشه هي اللي مبغيناش نصبغوا عليها عليها هاد الخير تبارك الرحمن. اللي كيشجعوا الاخوان ما تنساوناش. وطريق السلامة سيونس. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. وبارتاجيو القناة تدعمونا بني ملال. مرحبا مرحبا. غنزوركم بني ملال ان شاء الله. الله يبارك فيكم. اللهم امين. الله يحفظكم الشباب، الله يحفظكم الشباب. هاي اللي طريق السلامة، تفضلوا السيارة ديالكم واستودعكم الله. الاخوان اللي كاين شي جاء له بحال هذا الخير تبارك الرحمن ما تدوزوش. خوكم راه خوكم عشاق. تعجبني الجديد وتعجبني المليح. شو الطابلو قداش تبارك الرحمن. الطوموبيل راه فيها مواصفات اخر ما كاين. فالحمد لله الشكر لله اللي كنشكرو حتى الدكتور الطيب اللي جابها لنا المحل القنيطره وشرفنا في البيع ديالها. وكنشكروا الاخوان تاني اللي جاوا حبونا وجاوا يديروا لنا زياره لله، فعجبتهم السياره جاوا معاهم الاوائل اللي شافوها فقدوا فيها الغرض. الله يدخل عليهم بالخير والبركه الصحه والتيسير. جاي ال 300 اخوان. تشرفونا الاخوان بالبارطاج والدعم الحقيقي ديالكم للقناه وطول درحيمو. السيارة الاخوان راه جديده تبارك الرحمن. والاخوان اللي تيفوتوهم السيارات راه اليوتيوب هي الاولى تنحط فيها. فبارطاجيو القناه وديروا اشتراك وابوني ما تبخلوش علينا. الله يعطيكم الصحه. عاوتاني هذا احسن من الكوبي الاخوان اللي زوين فيه هو الضريبه 1500 درهم، واخا الجيله كبيره والضريبه 1500 درهم بروميير ما يعني كونفور. حتى الكوفر كبير والطوموبيل عاليه وكبيره تبارك الله. ارجع اخويا شرف، الله يشرفك شرف الدين.
شرفتينا بالزياره وشرفناك ويسرك الله في هذا الجي. طريق السلامه الله يحفظك خويا. طريق السلامه سياره ممتازه، طريق السلامه الى بني ملال، تحياتي لبني ملال زورونا.